والموقف من أهل البدع يا شيخ، الموقف من أهل البدع لأنه ذكر في السؤال يقول تجاهل البدع. هذا سؤال عظيم، سؤال عن أهل البدع، لأن أهل البدع يتساهل فيهم كثير من الناس. الواجب مقاطعتهم على كل حال، ما داموا على البدعة تجب مقاطعتهم، وليسوا مثل الفاسق المسلم الذي عنده معاصي لكنه لم يصل إلى حد الكفر. هذا قلنا فيه تفصيل، أما البدع فليس فيه تفصيل، يهجرون حتى يتركوا بدعهم. نعم.